أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 162 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين خلال يوم واحد، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 22600 منذ 7 أكتوبر الماضي. في الأثناء تواصل القصف الإسرائيلي المكثف والعمليات البرية في قطاع غزة، وتركز القصف على المناطق الشرقية من مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، بالتزامن مع اشتباكات وقصف طال أيضا مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل مسؤول كبير في حركة الجهاد الإسلامي في شمال القطاع. تحولت مدن وسط قطاع غزة إلى ساحات للقتال بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية وسط غطاء من القصف الجوي والمدفعي الكثيف على هذه المناطق. تركز القصف المدفعي الإسرائيلي والاشتباكات في شرقي مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، كما امتد القصف والمعارك إلى مدينة خان يونس في جنوب القطاع. وأفاد مراسل الحرة في قطاع غزة بمقتل وجرح عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة مواصل القرار بخان يونس. الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذائف بكثافة على طريق صلاح الدين الذي يسلكه النازحون من المناطق الوسطى والشمالية باتجاه مدينة رفح في أقصى الجنوب. وفي مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين أدت غارة إسرائيلية ليلية إلى مقتل عائلة فلسطينية. الجيش الإسرائيلي من جانبه أعلن عن مقتل مسؤول كبير في حركة الجهاد الإسلامي بغارة جوية خلال عملياته في منطقة شمال قطاع غزة. كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى القضاء على مقاتلين من الحركة واستهداف بنى تحتية للفصائل الفلسطينية في خان يونس وقتل عناصر حاولوا زرع عبوة ناسفة قرب جنود إسرائيليين. في المقابل دوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل، وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهدافها بصواريخ. في غضون ذلك تواصل نزوح سكان القطاع نحو الجنوب سعيا للابتعاد عن المناطق التي تتركز فيها العمليات العسكرية في ظل الدمار الواسع الذي طالها وفقدان المقومات الأساسية للحياة. عرض وزير الدفاع الإسرائيلي للمرة الأولى خطته لما بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس في غزة مع تواصل القصف المكثف والعمليات البرية في القطاع، وشكل الحديث عن اليوم التالي للقطاع وإدارته المدنية والعسكرية بندا رئيسيا في النقاشات الدائرة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. فما هي ملامح هذه الخطة؟ ماذا سيكون شكل إدارة القطاع وخاصة شقها الأمني؟ ما هو موقف واشنطن من الخطة؟ إلى أي مدى تتوافق الخطة الإسرائيلية مع الرؤية الأمريكية حول قطاع غزة؟ بحسب خطة جالانت، لن تكون في القطاع بعد انتهاء القتال لا حماس ولا إدارة مدنية إسرائيلية، مع احتفاظ الجيش بما سماه بحرية التحرك في القطاع للحد من أي تهديد محتمل. وفقا لهذه الخطة فإن العمليات العسكرية ستستمر في قطاع غزة وستركز على أهداف بعينها في الشمال والجنوب، مع مواصلة العمل على تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس. وزير الدفاع الإسرائيلي تحدث أيضا عما وصفها بكيانات فلسطينية ستتولى إدارة قطاع غزة، شرط ألا تكون معادية لتل أبيب، من دون أن يحدد ماهية هذه الكيانات. تصورات جالانت لقطاع غزة ما بعد الحرب تختلف عما يطرحه بعض المحللين من سيناريوهات، والتي من بينها عودة السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس إلى حكم القطاع. لكن هذا الخيار يرفضه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في وقت أظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسيحية في رام الله، أن السلطة لا تحظى بشعبية في القطاع منذ أن سيطرت حماس عليه في 2007. معنا من تل أبيب ياريف أوبنهايمر، خبير سياسي ورئيس ائتلاف الدولتين. معنا من رام الله نبيل عمر، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو أيضا وزير فلسطيني سابق. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ مع ضيفي من تل أبيب. في البداية، كيف
يمكن أن نقرأ هذه الخطة الجديدة التي أوضحها الآن وزير الدفاع الإسرائيلي؟ أولا نحتاج أن نتذكر أن مجلس الوزراء الإسرائيلي فيه أصوات تتحدث عن سيطرة إسرائيل على غزة وبناء مستوطنات جديدة. بالتالي موقف جالانت عندما تنظرين على الحكومة ترين أنه معتدل. أنا غير متأكد أنه سيكون الصوت الفائز. أنا متأكد أن نتنياهو لن يوافق في النهاية على اليمين ورغبته في السيطرة على قطاع غزة وبناء مستوطنات. جالانت يحاول أن يأخذ الخط الوسط. هناك في النهاية ستكون السلطة الفلسطينية تحكم غزة، لأن لا أحد يستطيع أن يسيطر على غزة. يجب أن نفهم أن دور السلطة غير لا يحظى بالشعبية في غزة، وهناك من يؤمن بالمقاومة ولا يرى فرق بينهم، وبالتالي يرفض أن تأتي السلطة. أنا لست متأكد أن خطة جالانت سيوافق عليها رئيس الوزراء. وعندما نرى مجلس الوزراء فالأصوات التي تقول دعونا نستمر في السيطرة على غزة لسنوات والسيطرة عسكرية ومدنية، هذا مقترح حافل بالمخاطر، والحرب لن تنتهي أبدا، وحتى لن نستطيع الحديث عن فترة ما بعد الحرب. نعم دكتور نبيل، الرؤية الفلسطينية، يعني تابعنا هذا المخطط الذي تم طرحه في جلسة عاصفة في مجلس الوزراء الإسرائيلي، وكما يقول ضيفنا حتى هذا المخطط أو هذه الرؤية لا يوجد اتفاق عليها ما بين معسكرين مختلفين، ولكن الجانب الفلسطيني كيف يمكن أن ينظر إلى هكذا مخططات؟ يعني خلينا نكون موضوعيين وواقعيين بإلقاء نظرة على الموقف الإسرائيلي. يوجد داخل إسرائيل أكثر من 10 مواقف. دعينا أقول هنالك من يطرح البقاء في غزة وإعادة الاستيطان في غزة، وهنالك من يطرح عشائر يحكمون غزة. يعني لديهم مقترحات عديدة كلها لا قيمة لها ما دمنا لا نعرف بالضبط كيف سيكون اليوم الأخير من الحرب. حتى الآن إسرائيل تتعثر كثيرا في غزة ولا تستطيع أن تقرر ما الذي يمكن أن تفعله واقعيا وعمليا. غزة تقاتل حتى في المناطق التي كانت إسرائيل تتصور أنها مسحتها أو أنها قامت بتمشيطها وإنهاء المقاومة فيها. لذلك القصة أصبحت الآن يعني كما يقال لا لزوم لها الحديث عن اليوم التالي دون معرفة اليوم الذي يسبقه، مجرد استنتاجات، مجرد اقتراحات. أما في إسرائيل فبالتأكيد كل يخاطب جمهوره، كل يخاطب الجهة التي يتطلع إلى أن تصوت له في الانتخابات. إنما واقعيا وعمليا إذا بقي جندي إسرائيلي واحد في غزة فلن يجد لا فلسطينيا ولا عربيا يمكن أن يتعاون معه. لذلك حكاية أن يأتي بإدارة مدنية تحت الإشراف الإسرائيلي ولو عن بعيد، هذه مسألة لا يمكن أن تحدث مهما كانت نتيجة الحرب. نعم دكتور، أيضا سوف نفصل معك في هذه الرؤى، ولكن طالما أن الخطة قد طرحت وهناك ذكر للسلطة الفلسطينية وهناك اختلافات حولها، هناك أيضا فكرة العشائر، دعني أعود مرة أخرى إلى ضيفنا من تل أبيب سيد ياريف. وكما يقول ضيفنا هي خطط على ورق، يعني هي لا قيمة لها طالما أن اليوم التالي حتى الآن لم يأتي. لماذا تستعجل إسرائيل في أن يكون لديها هذه الخلافات الآن طالما أن اليوم الذي تنتهي فيه هذه الحرب لم يأتي بعد؟
أنا أتفق مع الضيف من رام الله. نتنياهو مصلحته الاستمرار في الحرب، لأن الحرب لو انتهت فعليه أن يواجه مسائل صعبة وحياته العملية قد تنتهي. نتحدث هنا عن حرب قد تتطلب سنوات، ونعرف من لبنان أن إسرائيل يمكن أن تستمر في الحرب لسنوات. الموقف حافل بالمخاطر. الحل هو المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يجب أن يرغم إسرائيل على إنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن لدى حماس، ثم الحديث عن اليوم التالي. هنا الحكومة الحالية لن تستطيع أن توفر أي حلول معقولة يقبل بها الفلسطينيون. توافق على ما قاله ضيفنا كأننا أمام حملات انتخابية من خلال هكذا تصريحات؟ بالتأكيد الجناح اليميني في إسرائيل يخاطب ناخبيه، أيضا نتنياهو يخاطب اليمين، ولكن نعرف موقف المستوطنين، نعرف أنهم أذكياء وأقوياء في هذه الحكومة، وربما يحاولون التحدي وخلق أو بناء مستوطنات جديدة في غزة. هذا ليس خيال، هذا قد يحدث. لذلك المجتمع الدولي يجب أن يلعب دورا قويا لإيقافهم ومنع حدوث ذلك من جانب الحكومة الإسرائيلية. أعتقد أنه في النهاية بيني جانتس وجالنت والجانب المعتدل في الحكومة سيدعم اليوم التالي الذي يسيطر فيه الفلسطينيون على غزة بطريقة مثل الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي يستطيع التصرف داخل غزة، ولكن السلطة المدنية في يد الفلسطينيين. والدول العربية، الإمارات والسعودية، قالوا بالفعل إنهم لن يستثمروا أموال لإعمار غزة بدون معرفة أن هناك عملية سياسية وأن السلطة الفلسطينية ستكون هي المسؤولة. هذه عقبة كبيرة لإعمار غزة. نحتاج إلى المال، والمال لن يأتي من إسرائيل وإنما من الدول العربية المعتدلة، وهذا شرط يجعل من المستحيل على إسرائيل القول سنستمر في السيطرة على غزة إلى الأبد. نعم دكتور عامر، ما يتعلق بالرؤية الإسرائيلية والحديث عن كيانات، هذه الكيانات لا تكون معادية لإسرائيل، البعض شكك في هذه الرؤية، ما قولك بوجود كيانات غير معادية لإسرائيل تحكم القطاع وتكون مدنية، تحكم السلطة المدنية في أو السياسية في القطاع، وهل تحمل في خباياها نوع من بث التفرقة؟ شوفي، يوجد كيان واحد فقط يمكن الحديث عنه في غزة وغير غزة، وهو منظمة التحرير الفلسطينية. بالتأكيد هي التي تصلح لأن تؤدي الدور الأساسي في قطاع غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب ومع المجتمع الدولي الذي لا بد وأن يساهم سواء في إعادة الإعمار أو في تثبيت معادلة يكون فيها الفلسطينيون هم أصحاب الرأي والقرار في بلدهم التي جزء منها قطاع غزة. لكن هذا أيضا يحتاج إلى استكمال لكي لا تظل الحلول هشة وقابلة للانهيار وقابلة لأن يساء تفسيرها ويساء معنى العمل عليها. لابد من أن يفتح مسار سياسي لحل القضية الفلسطينية. قضية غزة في حال انتهاء الحرب وانسحاب إسرائيل سيتدبر الفلسطينيون أمرهم فيها، ولكن المشكلة أنه إذا ما بقي الاحتلال الإسرائيلي نفوذ على غزة واحتلال في الضفة، فهذا يعني أن الاقتتال والقتال سيظل مستمر، وأن احتمالات أن تتسع الصراعات إلى ما هو أبعد من النطاق الفلسطيني أي إلى الشمال مثلا أو إلى مناطق أخرى يظل وارد. لهذا أنا أقول أن ما يقوله السيد الضيف السيد ياريب ما يقوله صحيح، لكن يستكمل بأن يكون هنالك تسوية يشعر الفلسطيني فيها أنه أخذ حقه ووافق عليها ورضي بها. نعم. في هذه منظمة التحرير أيضا، السلطة الفلسطينية أيضا، دكتور نبيل عمرو، هي مطالبة بأن يكون هناك
إصلاحات ما بداخلها، نعم، هي مستعدة أيضا في هذه المرحلة لأن تقوم بهذه الخطوات وربما تكون جريئة؟ هذا يجب أن يكون، ليس من أجل حكم غزة ولا نتيجة الحرب التي وقعت على غزة، هذه بديهية أهملتها السلطة الوطنية الفلسطينية طويلا ودفعت ثمنها طويلا ودفع الشعب الفلسطيني ثمنه طويلا. نعم السلطة تحتاج إلى إصلاحات ولكن من منطلق وطني، من منطلق سياسي لمصلحة الشعب الفلسطيني، وليس أن تتفصل السلطة على مقاسات مثلا نتنياهو أو حتى على مقاسات بعض الجهات الخارجية. الشعب الفلسطيني بحاجة إلى سلطة صحيحة نزيهة تؤدي دورها الوطني بشكل سليم، أن تكون سلطة مؤسسات، أن تكون منتخبة من قبل الشعب الفلسطيني. هذه مسألة نطالب بها قبل الحرب على غزة بسنوات وسنظل نطالب بها كفلسطينيين، ودون ذلك ليست القضية تتعلق بأن جديرين بحكم غزة أو لا، دون ذلك القضية الفلسطينية ستكون في وضع خطير. نعم. طيب دعني أعود مرة أخرى إلى السيد يرف، وجئت على ذكر نقطتين مهمتين، لا أعرف إن كان الوقت يسعفنا، موضوع الضغط الخارجي إلى أي مدى يمكن أن يكون فعالا فيما يتعلق بمواقف إسرائيل، وهذا هذه المواقف المختلفة يمكن أن تجتمع على رؤية واحدة. أيضا أريد أن أسأل بعجالة فيما يتعلق بهذه الخطة وتقسيم القطاع إلى مناطق وأن يكون هناك رؤساء عشائر يحكمونها، لأي مدى هذا منطقي وقابل للتطبيق برأيك؟ علينا أن نفهم أن مستقبل نتنياهو يعتمد على الجناح اليميني المتطرف في الحكومة. لو كان مستعدا لدخول السلطة إلى غزة قد يفقد حكومته ويخوض انتخابات ويسقط فيها، إذن هو ملتزم بالشركاء اليمينيين المتطرفين في حكومته. بالتالي القوة الوحيدة التي يمكن أن توقف الحرب هي المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة وأمريكا التي عليها أن تغير موقفها. بالنسبة لتقسيم غزة لا أعتقد أن هذا حل مقبول. غزة هي شعب واحد، لا يمكن أن تفصل قطاع غزة، نحتاج إلى عنوان، والعنوان يجب أن يكون في النهاية المنظمة، منظمة التحرير. والسلطة الفلسطينية عليها أن تبني الثقة وتصلح نفسها، الثقة لدى الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع، عليها أن تظهر أنها مختلفة عن قيادة حماس، أنها شيء آخر ويمكن أن نتعامل معها ونحصل على الأمن. نعم شكرا لك، وليس وصلت الفكرة. أن تكون نفس الشيء، وإلا الإسرائيليين سيخافون من حدوث أكتوبر 7 مرة أخرى. شكرا جزيلا لضيفينا من تل أبيب يارف أوبنهايمر الخبير السياسي ورئيس ائتلاف الدولتين، شكرا لضيفنا من رام الله نبيل عمرو عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وهو أيضا وزير فلسطيني سابق، شكرا لكما. استكمالا في الموضوع ذاته معنا من واشنطن جويل روبن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، أهلا ومرحبا بك سيد جويل. في البداية كيف تنظر الولايات المتحدة برأيك لهذه الطروحات الجديدة التي سمعناها بشكل واضح وبنقاط محددة من وزير الدفاع الإسرائيلي أمس؟ سعيد بوجودي معكم واستمعت إلى النقاش، إنها لحظة مدهشة ولكنها تبعث على الإرباك. وزير الخارجية متوجه إلى المنطقة، وبالنسبة للولايات المتحدة هذا جزء من التحدي. هناك اختلاف داخل إسرائيل، اختلاف داخل التحالف الحاكم، اختلاف داخل السلطة الفلسطينية. بالنسبة للولايات المتحدة ما نراه من خلال الزيارة هذا الأسبوع هو بدء محاولة للعثور على توافق ونقطة اتفاق في المنطقة بالنسبة للمقاربة، مقاربة اليوم التالي أو سيناريو اليوم التالي، وماذا سيحدث لغزة، من يسيطر عليها وكيف تدار بشكل صحيح. هذا مهم من المنظور الأمريكي أن نجلب الدول العربية خاصة أولئك الذين لهم علاقات جيدة مع إسرائيل،
لأن هذا وهذه رؤيتي أنا المكون المفقود الآن للتعامل مع يوم تالي فعال هو هذا. هذا دائما كان التحدي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، كيف نجلب الدول العربية، ولكن هناك المزيد من الدول العربية الآن لها علاقات جيدة مع إسرائيل، وبالتالي هناك فرصة، وهذا ما تتجه إليه الولايات المتحدة، ليس الوصول إلى نتيجة محددة اليوم، ولكن التأكد أن العملية جامعة وتشمل اللاعبين الأساسيين في المنطقة. إذا كانت الولايات المتحدة سيد جويل تريد أن تجمع هذه الخيوط مجتمعة، ونحن أمام رؤى مختلفة، هي من خلال زيارة وزير الخارجية والحديث عن اليوم التالي ما بعد الحرب، هي سوف تتعامل مع الرؤى القائمة بحد ذاتها وربما تشذبها، أو أنها سوف تطرح من خلال هذه الزيارة للمسؤولين الأمريكيين رؤى جديدة؟ تذكري بالنسبة لهذه الحرب هناك عدة أهداف أساسية بالنسبة للولايات المتحدة، والأولى طبعا هي إنهاء أزمة الرهائن والإفراج عنهم ودعم إسرائيل في هذا الجهد، ثانيا حماية المدنيين الفلسطينيين، والهدف الثالث منع انتشار الحرب هذه في المنطقة. إذن هذا يعني الانخراط مع الدول العربية، وهذا مهم للتأكد أن الولايات المتحدة تنسق وتنظم معها، ولكن أعتقد أن هناك رؤية لدى الرئيس بايدن أيضا، وهي ليست رؤية نوقشت لسنوات، وإنما رؤية حل الدولتين ورؤية الفلسطينيين لديهم حكم ذاتي، أو عفوا تقرير المصير، وهذا جزء من النقاش. هذا سيجعل الإسرائيليين غير مرتاحين، خاصة هذه الحكومة الإسرائيلية. نعم، هذا واضح كان من خلال التصريحات سيد جويل إذا سمحت لي، يعني تأتي على ذكر حل الدولتين والرؤية الأمريكية ورؤية الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بحل الدولتين، ولكن الجانب الإسرائيلي كان قد نسفها جملة وتفصيلا. نعم، وهذا ما كنت أشير إليه، هناك حكومة في إسرائيل لا تدعم هذه الرؤية وكانت صريحة، ولكن هناك عناصر في إسرائيل تؤيد ذلك، هناك عناصر في الأحزاب وفي المؤسسة الأمنية تؤيد ذلك، والسؤال الرئيسي كيف نبني الثقة في إسرائيل بأن الفلسطينيين يسيطرون على دولتهم ولن تكون تهديد لهم في المستقبل كما كانت في 7 أكتوبر. لهذا السبب إسرائيل تقول الآن أنها تريد أن تسيطر على أمنها، ولكن بعد موضوع الأمن أعتقد أن هذه الحكومة ما ستسعى إليه هو تجنب مشاكل مع الحكومة الأمريكية، والموضوع المركزي هو الترتيبات الأمنية على المدى القصير. هناك دول عربية ستساعد في هذا، هل يمكن للسلطة الفلسطينية أن تصل إلى غزة كما كانت في الضفة الغربية في موضوع الأمن؟ إذا تم التعامل مع موضوع الأمن فهذه فائدة كبيرة للهدف الرئيسي، وهو العمل باتجاه حل الدولتين. هذه جزئية مهمة. طيب دعنا نتحدث، وجئت على ذكر الدول العربية، إلى أي مدى الآن بعد 90 يوم ويوم من هذه الحرب، إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك توافق في الرؤية بين الولايات المتحدة والدول العربية التي ربما كان في البداية هناك مواقف مختلفة خاصة فيما يتعلق بدعم إسرائيل؟ يجب أن يكون ذلك. بالنسبة لنا نحن المراقبين، مراقبي هذا النزاع لسنوات، لا يوجد بديل عن التسوية السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي توفر الأمن والسلام للشعبين. إذن يجب أن يتم هذا، ولكن هذا صعب، وسياسيا هذا صعب جدا في المنطقة، ولكن
هناك حوافز إيجابية متاحة. هناك دول مثل السعودية مثلا كانت تتحدث عن علاقات سلام مع إسرائيل وهي تنتظر على الجانب. هل يمكن أن توفر حوافز لتحريك الإسرائيليين بينما يتم التعامل مع موضوع الأمن؟ لا يوجد بديل عدا إعادة الاحتلال العسكري لغزة، والشعب الإسرائيلي لا يريد ذلك، ولكن يشعر حاليا أنه لا يوجد بديل عن ذلك بالنسبة للملف الأمني، ولكن لا يوجد بديل للسلام طويل الأمد للشعبين. شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن جويل روبن، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، شكرا لك. تشهد الحدود الشمالية لإسرائيل مزيدا من التوتر في أعقاب اغتيال صالح العاروري أحد مسؤولي حماس في بيروت، وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إنهم وضعوا خططا لمواجهة أي تدهور محتمل في الشمال وجنوب لبنان. التوتر سيد الموقف في البلدات الشمالية منذ اليوم الأول للحرب، ولكنه ازداد منذ اغتيال القيادي في حركة حماس صالح عاروري وتهديدات حزب الله بالرد على هذه العملية. الجيش الإسرائيلي يتوعد هو الآخر برد، ولكنه يوضح أن تركيزه حاليا على قطاع غزة. هذه الظروف القاسية توفر فرصة لإحداث تغيير في الأوضاع سواء في جنوب البلاد أو في شمالها أو في الموقف الإقليمي برمته. نتطلع إلى الأمام حيث نعمد إلى تغيير النظام الدفاعي في الحالات الروتينية، ما يعني أننا سننشر خلال العام القريب على الأقل قوات قوامها أكبر بكثير مما سبق وصولا إلى حضور عسكري أقوى بكثير. وفي ظل القصف المتبادل وتعرض بلدات إسرائيلية لاستهداف من قبل حزب الله، لا يزال عشرات الآلاف من المواطنين في إسرائيل من شمالي البلاد نازحين عن بيوتهم القريبة من الحدود مع لبنان، وتبذل جهات دولية ولا سيما واشنطن جهودا حثيثة من خلال زيارة المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكستين في مسعى لمنع تصعيد في المنطقة الشمالية، بيد أن وزير الدفاع يوف جالانت أوضح أن الفرصة لحل سياسي من أجل إبعاد حزب الله عن الحدود قصيرة ويتوجب إعادة المواطنين إلى ديارهم. رغم تأكيدات حزب الله وإسرائيل أنه لا نية لهما في هذه المرحلة بالشروع في حرب شاملة، إلا أن اغتيال العروري رفع من حدة التوتر، خاصة في ظل تهديدات حزب الله بالرد على هذه الحادثة أو إمكانية أن تقوم حركة حماس بإطلاق الصواريخ من جنوبي لبنان على الأراضي الإسرائيلية. من الحدود الشمالية لإسرائيل يحيى قاسم، الحرة.